مين معايا؟ ايه؟ شكلها باين عليه ايه؟ جردات؟ حكومة يا ابني؟ اجدع ناس، اجدع ناس حكومة بلدنا، اجيب مفاتيح عربيتي واهرب. اهرب؟ وهحصلكم. تعال احنا هنرجعك بعد ما ادينا عليه. حتى لو ما رجعتونيش انا عارف اشغلكم، انا اعرف ارجع لوحدي، انا كنت افضل محلي انا. محل ايه فيلو يا سعيد؟ الراجل ده بيتخيل. تعال يلا. انزل. ايوه هنا سعادتك. اقف هنا سعادتك. ايوه هو الكوخ ده. تامره بحاجه تانية بهوات؟ لا تمام، اخلع انت بقى عشان هيبقى في معارك وضرب. ولا معاك طبنجه؟ معيش حاجه والله. لا انا عندي احساس اني معايا طبنجه. والله ما معايا حاجه. سلام عليكم. على فكره انتوا مش حكومه، مفيش حكومه تنكل اليومين دول. أرنولد خليك في الحتة اللي ورا دي عشان لو حاول ينط بيها من الشباك. حاضر يا سيد. بقول لك إيه؟ عايز أرجع بيه سليم، مش عايز غباوة. ضرب يوجع ما يعلمش. ما تخافش يا سيد، هيوجع مش هيلحق يقول أي. سمعة. أي؟ لا سمعة ما جاش النهاردة غياب. بقول لك إيه؟ تعالى وأنا هفهمك كل حاجة. يا سيد أنت قال إن في ضربة نار وكعبة. تعالى. ماشي. خايف أكون هديك حاجة في العصير؟ الحركات البلدي مش بتاعتي. يا بنتي اشربي، انت اللي اكلتي ولا شربتي حاجه من امبارح؟ خصماني؟ عايزك تفهمي ده بيزنس، بيزنس. انا لحد دلوقتي لذيذ قوي معاكي. لو صوتك طلع ما تكلميش غير نفسك. هنفضل قاعدين ساكتين لحد برضه ما يزهق ويمشي. فاهمه؟ مين؟ النور. مفيش فلوس، عدي الاسبوع الجاي. لا احنا مش بتوع فلوس، احنا هناخد القرايه بتاع العداد بس. بعدين. لا بعدين ايه يا فندم؟ اصل انا جاي من مشوار بعيد جدا يعني، ويعني يا ريت تفتح لي عشان اخد القرايه وامشي. استنى. ايوه افتح لي يا رب، تفتح لي اخد القرايه وامشي. بص تحت رجليك كده، شايف حاجة؟ 50 جنيه. خدها وامشي. أخدها وامشي؟ 50 جنيه؟ أنت بترشيني. ده أنا أجيبه الحكومة هنا. 50 جنيه حرام عليك، وإحنا بناكلها أكلة نظيفة ما فيهاش حرام. 50 جنيه حرام عليك، أخد القراية وامشي. وبعدين فين الغبية ده بقى؟ طب ثانية واحدة. مش عايز اسمع ولا نفس ولا صوت. ها امال فين الانبوبه اللي انتوا عايزين تغيروها؟ انبوبه ايه وزفت ايه؟ العداد دي العصايه. اه 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 أنا طلبت يا سيد. بقول لك فكها وافتح لعره. وأنت رابطة ليه نفسك كده؟ مش فاهمك. رايح فين يا هو؟ مفيش حد غير يضرب هنا ولا إيه؟ أهم يا باشا اللي عاملين نفسهم زمايلك التنكين دول. اثبت مكانك أنت. هو بتعملوا إيه هنا؟ بس أنت سالم الجرحي مش كده؟ أيوة أنا، وده باسم اللي خطفنا، ودول جردات عندنا في القريه. تمام. هاتوه. وانتوا كمان اتفضلوا معايا. ايوه سالم بيه، كله تمام سيادتك. بس انت هنا ما اتكلمك يا فندم. ايوه ده بس انت حبيبتي
انت بخير؟ لا انا كويسه طمن. الحمد لله. انت فين دلوقتي؟ تقريبا هنروح على مديريه الامن لان البوليس هنا كمان. طيب طيب اوكي، هتلاقيني مستنيكي هناك. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الحمد لله على سلامتك حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. هعمل لك حاجه الكلب ده؟ لا والله انا كويسه كويسه. امال فين الحيوان اللي اسمه باسم ده؟ بيحققوا معاه جوه سعادتك. بيحققوا معاه فين؟ انا ما بنكرش اني خطفت بنت عمي، وكمان طلبت من عمي فديه، بس يا فندم انا عندي اعتراف مهم يا ريت تحققه فيه سيادتك. اتفضل قول اللي عندك. انا وبسنت بنت عمي حاولنا نسمي مدام ريهام عشان نخلص من جنيه بطنها، وده عشان ما يشاركناش في فرصة عمي سالم الجرح. وانت بقى عايزني اروح النيابه اقول ايه؟ عايزني ادافع عن واحده كانت عايزه تموتني انا وابني؟ انا مش قادره اصدق، مش قادره اصدق كرهها ليا يوصل للدرجه دي. الموضوع كله بقى في ايدك دلوقتي. كل اللي بطلبه منك انك ترحميها. انا مش هقدر استحمل انها تدخل السجن يوم واحد. لكن تقدر تتحمل ان انا اموت؟ انا وابنك اللي بتتمناه من الدنيا مش كده؟ كانت غلطه منها وانا هحاسبها عليها، انما السجن لا لا. يا اول مره اشوف الدموع في عينيك من يوم ما شفتك. فين جبروتك؟ فين قسوة قلبك اللي عشت فيها ايام وشهور؟ ده سيد قالك ان انا في المستشفى بموت تعبانه، ما كلفتش خاطرك تتصل تطمن عليا بالتليفون. النهارده بتعيط وتضعف مالك عشان خاطر بنتك؟ عندك حق في كل اللي انت بتقوليه، بس انا وهي مصيرنا بقى في ايدك دلوقتي. كلمه منك هتغير كل حاجه وهتخلص الموضوع، والترضيه اللي انت عايزاها انا هعملها لك. لا مؤاخذه يا هاني. في ايه يا بشير؟ في عسكري من النيابة جايب لحضرتك استدعى ومستني تحت عشان تمضي عليه. طب قوله شوية ونازلة. ريهام. وبسؤال المجني عليها عن واقعة تسممها في ليلة رأس السنة الماضية أجابت، فضلي. ما حصلش يا فندم. كل الحكاية إنها نازلة معوية، سببها الأكل مش أكتر. طب وشهادة الدكتور اللي أكد فيها إن حالة التسمم حصلت بالفعل؟ حضرتك لو سألت الدكتور هيأكد لك إن الأنسة بسنت جالها نفس التعب اللي حصل لي يوميها. يعني أكيد مش قصدها تسمني، وهي هتاكل من نفس الأكل اللي أنا أكلته. آه بس المتهم بيقول إن ده جزء من الخطة اللي كنتوا راسمينها عشان تبعدوا الشبهة عنكم. يا فندم أنا عايز الكلام ده مفيش دليل على صحته وسعادتك. لانه بالحق ايه اللي يضمن سلامه موكلتي لو اكلت من الاكل المسموم؟ ومش معقول هتخاطر بحياتها لاحتمال في علم الغيب. ده غير ان مدام ريهام قدام سعادتك لم تتوجه باتهام صريح لموكلتي، بالعكس ده كل اقوالها بتصب في مصلحه موكلتي. وبسؤال المتهمه بسنت سالم عبد الوهاب الجرحي عن صحه ما نسبه لها المتهم باسم غانم عبد الوهاب الجرحي في واقعه التسمم المجني عليها، اجابت ما حصلش. ريهام قبل ما تكون مرات بابا فهي صاحبتي،